اولا احنا اليوم مشاركين في هذه المسيره في مدينه الرباط اليوم الاحد 15 من اجل التعبير اولا عن تضامننا المطلق مع الشعب الفلسطيني المضطهد، والذي يعني نرى بان المنتظم الدولي كله تقريبا انحاز في تواطؤ مع الكيان الصهيوني الغاشم، وكنقولوا بانه الذين ياسفون على ما جرى في 7 اكتوبر فلينظروا ماذا اقترف الكيان الصهيوني المجرم ما قبل 7 اكتوبر لطيله 75 سنه، ولينظروا ماذا يقترف اليوم الكيان الصهيوني الغاشم في غزه وجهات اخرى بعد 7 اكتوبر. عدد الاطفال اللي تقتلوا اكثر من 800، عدد الشهداء اكثر من 2000، والدمار المبين والقصف بالفوسفور كيقصفوا به يعني ثم يجبرون الساكنه ديال القطاع انها تهجر، كما قاموا بتهجير واحد العدد ديال اللاجئين اللي هما تقريبا 5 مليون اليوم في الشتات، بالاضافه الى 7000 ديال الاسرى منهم اساتذه منهم برلمانيين منهم شباب منهم اطفال. هذا الكيان واش هذا الكيان هو فوق القانون؟ بالفعل احنا اليوم تنشوفوا بان هذا العالم هو عالم ظالم، ما كيحترمش القانون الدولي اللي هو اللي وضعوه. القانون الدولي كيستغلوا غير باش يعاقبنا حنايا، اما الكيان الصهيوني فهو فوق القانون وفوق العقوبه. شفنا الباخرات الحاملات للطائرات الامريكيه جات يعني في البحر الابيض المتوسط لمؤازره الكيان الصهيوني، شفنا انه الاتحاد الاوروبي يعني منع الاعانه اللي كانت كتوصل للفلسطينيين وزاد في الاعانات للكيان الصهيوني. كنشوفوا بانه هذا العالم الذي يحكم بالمركب المالي العسكري الرقمي يعني هو عالم يعني متغطرس وفيه الحكم ديال القانون الغاب. ولهذا احنا كنقولوا ومؤمنون بان القضيه الفلسطينيه ستنتصر، ولهذا جينا باش نعبروا على دعمنا المطلق لان الفلسطينيين يستحقون ان يبنون الدولة ديالهم مستقلة على التراب ديالهم الكامل والعاصمة ديالها القدس، والعودة ديال اللاجئين والتحرير ديال الأسرى وإيقاف هذه الجرائم. كيفاش هذا العالم اليوم كيعيش بالحروب وحاولوا أنهم يخلقوا حرب عالمية ثالثة يعني شنها الناتو في أوكرانيا، واليوم نقلوا هذه الحرب العالمية يعني الشرق الأوسط يريدون بعدما دمروا أفغانستان والعراق والبحرين وليبيا ويدمرون كل شيء، اليوم يريدون التصفية النهائية للقضية الفلسطينية. احنا كنقولوا لهم لا، الشعب المغربي دائما كان ولا زال وسيبقى حتى تنتصر القضية الفلسطينية. وحنا اليوم يعني رغم الإشاعات ديال المنع ديال هذه المسيرة، انتم تشوفوا المغاربة جاوا من كل مناطق وجهات المغرب ليعبروا بصوت واحد على تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وعلى استنكارهم لهذه الجرائم النكراء ديال المجرمين الصهاينة اللي خصهم يدوزوا قدام المحكمة الجنائية الدولية ونحبسوا هذه الغطرسة. واليوم خصنا نحبسوا هذا القصف، خاص المجتمع الدولي لا باقي عنده شي ضمير انه اولا يعطي الاشاره ديال وقف هذا قصف النار واننا نجلسوا ونلقاو حلول، والحلول راها معروفه في اطار القانون الدولي، وانه يتم المعاقبه ديال المجرمين الصهاينه ويتقدموا امام المحاكم الجنائيه المحكمه الجنائيه الدوليه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في قناة اشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. اذا عجبكم المحتوى بارتاجيوه مع اصدقائكم، ولمزيد من الاخبار تيليشارجوا تطبيق اشكاين من بلاي ستور واب ستور.